اهلا بكم سادتي المشاهدين في هذه الحلقه من برنامج جدل عراقي. تشرين الفكره التي قتلها ابناؤها والاطار ماض بتشكيل حكومته. تشرين الفكرة التي قتلها أبناؤها والإطار يرى الطريق معبدا أمام تشكيل حكومته. جملة من الأحداث اختزلتها الأيام الماضية. سأسمع آراء ضيوفي في هذه الحلقة بهذا الموضوع المركب، كل من السياسي العراقي الأستاذ ضياء الشكرتشي ينضم معنا عبر سكايب من ألمانيا، أرحب أيضا بعضو تيار الحكمة الدكتور أحمد العيساوي ينضم معنا من استوديوهاتنا في بغداد الحبيبة. مع الدكتور ضياء أبدأ أولا. مساء الخير دكتور ضياء، ما رأيك بخروج التشرينيين أمس؟ هل كان ما حصل هو المرجى منهم على مستوى التحشيد الذي بدأوا به ربما منذ أشهر عدة وصولا إلى هذا اليوم، وانتهى الأمر في النهاية إلى نهاية هذا التحشيد وما بعد ذلك التراشق بالكلام وبالعبارات وبالاتهامات بين هذه الأطراف؟ هل كانت هذه النهاية كما يقول الساهر التي هي قمة المأساة، هي المرجوة من حراك شعبي اجتماعي؟ الكلمة لك، تفضل سيدي الكريم. وحتى على أفراد أنها انتهت طبعا لذلك أسبابه، وأنا طالما قلت أنه القوة اللي يعني كل أطراف اللي تتطلع للتغيير تتطلع لإصلاح العملية السياسية للأسف الشديد لم تؤهل نفسها، بعدها غير مؤهلة. طبعا لا يمكن أن نقارن بينها وبين الطبقة السياسية اللي تحكم اللي ماسكة بزمام الأمور، هذه الطبقة هي مرفوضة والتغيير لابد منه. على فرض أن تشرين قد عجزت عن التغيير فلابد أن يأتي التغيير، متى؟ هذا يتوقف على الشعب، يتوقف على التشرينيين الحقيقيين أنفسهم. يعني أنا رأيت الآن مشهد أحد الشخصيات التشرينية لحزب ما قد ينتقد قد يكون عليه إشكال، أما أن يطرد من ساحة الـ يعني التظاهرات بطريقة مذلة هذا لا يمكن أن نقبل به. يعني تشرين إذا لم أنا كتبت في المقالة مختصرة جداً، واحدة منها إذا لم تتحلى بالتحضر، هي طبعاً احنا شهدنا في السنوات الأخيرة 2019-2020 يعني مشاهد تحضر رائعة كانت من قبل التشرينيات والتشرينيين، ولكن للأسف أيضاً كانت هناك يعني حالات سلبية، وأيضاً المشكلة أنه أمراض الطبقة السياسية المتنفذة صاحبة النفوذ أنا أقول أنه للأسف انتقلت عدواها إلى طلاب التغيير، إلى المتطلعين للتغيير بما فيهم التشرينيين، علمانيين، وطنيين، سمهم كما تشاء، وذلك من خلال أنه التشتت باعتبار كل مجموعة أصبح لها قائد، والقائد لا يرضى أن يكون دون موقع القيادة. هذا أدى إلى الضعف، يعني للأسف الشديد الإيثار لم يكن موجود، وهذا يعني طبعا أيضا هناك قضية أخرى، ونعرف أنه الأكثرية الساحقة من الرافضين للعملية السياسية هم من المتفرجون، والمتفرجون هؤلاء نسميهم معارضة التلفزيون، يعني هم يتعاطفون ويتضامنون مع التلفزيون. أنا لا أريد أن أقارن، ليس هناك شعب أفضل من شعب، ولكن الآن لو ننظر إلى تجربة إيران، هذا الشعب التواق للحرية كيف انتفض
بالرغم أنه هناك نظام قمعي أكثر بكثير مما في العراق. في العراق فسحة من الحرية. نعم مارست الميليشيات القمع، مارست قوات لا نعرف هل هي رسمية أو ميليشياوية، وحتى هناك أيدي إيرانية ما ساهمت في قمع تشرين اللي ضحت بأكثر من 800 قربان على يعني من أجل الوطن، نزلوا يقولون نريد وطن، ولكن للأسف الشديد هذا اللي حصل. مع هذا لا يأس، لا نيأس، لابد أن تستمر روح تشرين أو يصار إلى الاستفادة من تجربة تشرين لتكون هناك ثورة من نوع آخر. نحن نبقى بعض ملامح تشرين مهمة جدا وهي سلميتها، أكيد السلمية لابد منها، لابد من توعية جماهيرية. كثير من أناسنا، من جمهورنا، من شعبنا يعيشون اللامبالاة، هو يشكو يتشكى هو يتذمر ولكن غير مبالي بالشأن العام، يعني وبالتالي هو غير مبالي بحياته، يكون غير مبالي بالشأن العام للأسف الشديد. هذه عدم مبالاة، فيراد توعية، ويراد أيضا ما عندنا سوى ممارسة يعني المشاركة في الانتخابات مرة بعد أخرى. نعرف أن الانتخابات السابقة هذه اللي سميت بالانتخابات المبكرة كان مشاركين بها 20% فقط من الناخبين، ولذلك حتى اللي حصل على أكبر عدد المقاعد هذا مو معيار، مو قياس، يعني 73 مقعد من 20% من الناخبين وليس من عموم الناخبين. ويعني رأينا أداء الإطار التنسيقي أيضا أداء معطل. نحن لسنا مع حكومة صدرية ولا مع حكومة إطارية، ولكن مع ذلك نقول أنه تشكيل حكومة أفضل أن يبقى البلد بلا حكومة. حكومة سيئة ننتقدها، نعارضها، نتظاهر ضدها إذا طلب الأمر، ولكن أن يبقى البلد بدون حكومة هذا أمر غير مقبول. وكلا الطرفين ساهم في تعطيل هذا الموضوع، الإطاريين بالدرجة الأولى ومعهم المحكمة الاتحادية اللي أولت مادة دستورية كما يشتهي الإطاريون أو كما تشتهي إيران. أقولها بصراحة، أنا تعرفني أستاذ أنس، أنا لا أمارس الدبلوماسية فيما يتعلق بالوطن، فيما يتعلق بالعراق لا دبلوماسية. نعم هو شأن، هو شأن داخلي، ونحن في برنامج تلفزيوني لا وجود إطلاقا لشيء اسمه دبلوماسية هنا. هنا يقال فقط شأن عراقي كما هو، لا نريد أن نجامل شعبنا. عموما أذهب إلى عضو تيار الحكمة الدكتور أحمد العيسى. ومساء الخير دكتور. ما حصل أمس ربما لم يكن مستغربا حتى من تشرينيين كثيرين، التحشيد منذ أشهر لهذا اليوم الذي وقفوا فيه معا وكانت قلوب أغلبهم شتى، وهذا يعني بالضرورة أن تشرين قد انتهت عمليا كحراك اجتماعي، كحراك سياسي، كتظاهرات. أسمع رأيك دكتور أحمد. أرحب بك أستاذ أنس وبضيفك الكريم وبمشاهدي قناة سامراء. طبعا أول ما نقول الرحمة والخلود لشهداء تشرين والشفاء العاجل للجرحى واللعنة إلى يوم القيامة على من ركب على ظهر تشرين لكرسي زائل أو لنيابة زائلة أو لمنصب زائل واستغل هؤلاء الشباب للوصول إلى مطمعه، على ظهور شباب كانوا فقط يريدون الحرية الحقيقية وكانوا يريدون وطن حقيقي وكان يريدون عملية سياسية ممكن أن يشارك فيها الجميع. هذه واحد. الشغلة الثانية، احنا اليوم ما نقول ان تشرين انتهت، ولكن نقول ان المطالب وزج المطالب وزج الناس في صراعات سياسية جانبية هي اللي ادت اليوم الى عقلاء الشعب وعقلاء السياسة والعقلاء من الشباب بعدم زج نفسهم في صراع سياسي بعيد عن مطالب وطنية حقة ومطالب يعني يصبو لها جميع العراقيين. أما عن أن الكتل السياسية اليوم هي
هي مو مع تشرين، بالعكس من قال هذا؟ اليوم اكو كتل سياسيه هي متعاطفه جدا التعاطف، ومن ضمنها يعني تيار الحكمه هو متعاطف جدا التعاطف مع ثوار تشرين، وهو الذي يدعو ان يهتم الشعب العراقي بالشباب، ونحن الذين رفعنا شعار دوله دون شباب دوله دون مستقبل. هذا الموضوع اليوم يقف عند الناس جميعا، يجب ان نوقف ونوقف الناس جميعا ونفتهم شنو اللي يجري في الساحه السياسيه. اليوم اللي طلعوا تظاهرات هي مو مطالب تشرين حتى، وحتى طلباتهم وحتى مطالبهم زجت وسيست الى امور خارج اراده الدوله. واين كانت تشرين في هذه السنوات الثلاثه بعد تولي السيد الكاظم الحكم؟ فهي الدولار صعد والمواد الغذائيه صعدت وماكو امان، وقصف بكل الدول، ايران تضرب، تركيا تضرب، كل الدنيا قامت تضرب بالعراق، جوازنا رجع الى الاخير، حدودنا فالتون، سلاح منفلت، كل شيء منفلت في هذه الحكومه، حكومه سيد الكاظمي. شنو اللي يعني قدمته تشرين؟ واين الشباب الذي كان منتفض؟ كل هذه تساؤلات يجب ان يتساءلها الناس قبل ان تخرج الى التظاهرات، وقبل ان تزيج نفسها في صراع مع الحكومه. جميل. اليوم المهم انه الناس تنظر من كان في مستشاريه السيد الكاظمي، ومن كان الذي في السابق يتصدر التظاهرات ويدعي نفسه انه يريد وطن، ويدعي نفسه انه اليوم حريص على الوطن. كل هذا خلى الشباب تعزف عن الخروج بعد ان باعوهم بثمن بخس، وذهبوا الى مناصب زائله، وذهبوا الى يعني غطاءات شرعيه او غطاءات حكوميه زائله بزوال الكاظمي ومن معه. هذا كله خلى الناس اليوم عازفه عن الخروج الى التظاهرات، وجعل انه مطالب الشباب تكون مقتصره على تصحيح العمل السياسي، والاصح من هذا كليته انه يجب ان نصحح العمل السياسي، ويجب ان تخرج الاغلبيه الصامته من بيوتها، اكو هناك اغلبيه صامته هي هذه المفروض تغير في الوطن، ولا كل التظاهرات وكل الذي يجري في الساحه لن يغير شيء. اذا لم يخرجوا ال 30 مليون اللي قاعدين ببيوتهم ينتظرون تغيير، وينتظرون بلد يصير امان، وبلدنا يصير احسن البلدان، وبلدنا يصير بامان وسلام، وهذا هم قاعد بيده. هذا مستحيل يصير اذا لم يخرجوا هؤلاء الناس ويغيروا، وما يبيع صوته بالانتخابات، وما يروح يطاير ورا شخص حتى يسوي له شغله وينتخبه بالانتخابات. يجب ان يحكم الضمير والعقل قبل الذهاب الى صناديق الاقتراع. هنا الثوره الحقيقيه، وهنا تشرين الحقيقيه، مو تشرين الحقيقيه في شعارات زائفه في الشارع. هذا الذي اقول. طيب، لم تختلف في شيء دكتور احمد ربما مع السيد الشكرتشي باستثناء نقطتين اريد ان اعود بهما الى السيد الشكرتشي واسال. الدكتور احمد العيساوي قال من قال ان الكتل السياسيه لم تكن متعاطفه مع تشرين؟ هذا اولا، وثانيا قال هنالك من ركب الموجه واستفاد منها عن طريق تشرين، هنالك من ذهب الى ابعد من ذلك طبعا وتكلم عن ان تشرين اصبحت لا نقول مطية كما ذكرها، ولكن جسرا عبر إليه من أجل الحصول على مكتسبات، ويتهم بهذا طرف سياسي فاعل داخل العمل السياسي. يعني أنا أفضل سؤال سؤال سؤال. نعم أستاذ ضياء. إيه موجه الكلام؟ نعم. الواقع أن الكتل السياسية كتل سياسية تضامنت مع تشرين لا يمكن أن نثق بهذه الكتل. الصدريون أيضا أرادوا أن يركبوا موجة تشرين، وكتل سياسية من الإطار التنسيقي. يا عزيزي، مع احترامي للضيف المحترم سيد أحمد العيساوي، يعني زعيم الحكمة هو نفسه كان رئيس الائتلاف الوطني، ثم صار رئيس التحالف الوطني. الائتلاف الوطني والتحالف الوطني اللي هو كان بالواقع ائتلاف بين الائتلاف الوطني ودولة القانون، هو امتداد للائتلاف العراقي الموحد. طيب. ائتلاف شيعي اسلامي اللي كان في الجمعية الوطنية ثم انتخابات النيابية الأولى والثانية وغيرها.
فهؤلاء هم يتحملون مسؤولية ما آل العراق إليه، منذ متى هم يريدون أن يتعاطفوا مع تشرين؟ هذا الكلام لا يمكن أن نصدقه. يعني السيد الحكيم هو امتداد لأبيه ولعمه المجلس الأعلى اللي أسس إيرانيا أصلا. نعم غير وجهة نظره إما تكتيكا أو تغيرت قناعته، لكن مع ذلك هل مارس النقد الذاتي؟ هل قال إنه نعم نعم سيد الشكاتشي، سيد الشكاتشي إذا سمحت لي، الإسلامي كان صحيحا وخدم العراق. طرحت الكثير من التساؤلات داخل هذه الكلمات القليلة. إذا سمحت لي دكتور أحمد العيساوي ربما لديه ما يقوله سيد الشكاتشي، لأنك ذكرت أمورا. والآن هو يضع في مكاتبه صورة أبيه وصورة عمه وصورة جده، لا ضير، تمام ولا لا؟ لا ضير. يعني هؤلاء رموز، مو قضية أقاربي. أنا من أضع صورتي، صورة والدي ما كان متبوء موقع سياسي. أولاً ساد لنس... نعم لنسمع الدكتور أحمد العيساوي. يعني أولاً أستاذ أنس أريد أوجه يعني شكري للأستاذ الشكرتشي، بس أقول له أنه أنا سني اليوم وقيادي في تيار الحكمة، ومن قال الائتلاف يعني الحكمة كلها شيعة، ومن قال أنه اليوم في الحكمة كلها شيعة، هذا أمر عاري عن الصحة، وهذا يعني خارج المنطق والمنطوق. هذا التزويق أعرفه، أنا في 2016 ما ولدت في 2010، وهناك إزاحة جيلية كانت يعني في 2010، تغيرت الوجوه وتغيرت الأفكار وتغيرت كل شيء. ثلاثة كل الذين شاركوا في العمل السياسي منذ 2003 إلى 2010 وجدوا أن هناك صراعات طائفية ومذهبية. عفوا أستاذ ضياء، فقط دعوا يكمل، دعوا يكمل. وكان أهدى طرف في هذه الأطراف. نعم الصوت يختلط، فقط دعوا يكمل فكرته أرجوك أستاذ ضياء. الحكمة وبيت الحكيم، خلي أكمل. نعم أعتذر تفضل يا عزيزي. ونحن اليوم نقول على شباب، نحن نقول اليوم على شباب خرج في 2016، هذا الشباب كان يحمل حلم كبير، وأول من دعم هذول الشباب وأيدهم ولم يقتلهم وما راح الظهر عليهم وما راح صار وياهم وبعدين صار ضدهم هي تيار الحكمة، وهذا علنا معلون في التلفزيون وسرا، وكل الذين يدعون لنا ويقولون شلون انتم تدعمون الشباب ما يفيدوكم ما اعرف شنو، احنا الوحيدين اليوم اللي ماشيين مع نهج الشباب. هاي ثلاثة. واما عن انه السيد الحكيم كان هو المتصدي وكان يسقط في الناس، وكان كل اليوم المشتركين في العمل السياسي هم ينؤون في انفسهم عن الفساد وعن السرقات، وهذا الشيء علنا، وقلنا اذا واحد عنده شيء خليذهب الى القضاء. اما عن تغيير ومرحلة أن التظاهرات تشرين والذي حدث في تشرين، نحن قلنا في أول بداية تشرين أنه يجب على تشرين أن تحدد مطالب وأن يكون لها عمل سياسي، مو شرط أن تشتغل بالحكومة، يجب أن يكون لها عمل سياسي ترسم خارطة للمستقبل. مو أريد أسوي كل الأحزاب أطلعها برا ورجع البلد من الصفر، من المستحيل أن يحدث هذا، ولن يحدث في كل بلدان العالم. آي سوريا بصفنا 14 15 سنة صار لها صراع وحرب وكل شيء ما حصلوا. احنا يجب ان نفهم اليوم، ويجب ان يفهم الشباب المنتفض ومن بينهم انا وغيري وغيري، انه اليوم احنا بحاجة الى فهم العملية السياسية وفهم الديمقراطية الحقيقية بالبلد، ولدينا سلطات لو فعلت حقيقية لما احتاجنا لا التشرين ولا لحد ينتفض بالشارع ولا شيء. لو فعلت هيئة النزاهة، ولو فعل القضاء حقيقة، ولو فعل قانون الأحزاب حقيقة ومنع الأحزاب التي تملك السلاح المشاركة في العملية السياسية، ولو فعل الجمهور اللي قاعد ببيته 30 مليون وينتظر التغيير من فلان وعلان، كان ما احتاجنا لحد الظاهر بالشارع، وما استخدمت الحكومة أي طلقة في الشارع، كان هذول غيروا العملية السياسية. ولكن نحن اليوم نعتمد على جزء يخرج والجزء الباقي يتفرج عبر شاشات التلفزيون وينتقد فقط الأحزاب السياسية ويلعن في الحكومات ويتصور انه اذا رجعنا بعد 20 سنة لي ورا راح تنحل الازمة. والله لو نرجع 200 سنة لي ورا ما نحل الازمة. الشعب كله افتهم وكل الشعب تفتح افكاره وصارت افكاره تريد الحرية وتتطلع الى الحرية. بعد ما نقدر نرجع لي ورا حزب النظام الواحد. طيب اعود لك استاذ ضياء.
ربما تعضيدا لكلام السيد العيساوي، السيد عمار الحكيم في تدوينه شكر المتظاهرين وقال إننا نعقد الأمل على شبابه بمواصلة الدرب كرافد وطني يعزز المكاسب والإنجازات المتحققة ويسهم في تصويب العملية الديمقراطية. هذا كلام السيد الحكيم. التصريحات والتغريدات ليست هي الأساس في أن تكسب أصحاب يكسب أصحاب هذه التغريدات والتصريحات. الثقة نعم لكن إعلان الإشادة بحد ذاته سيد الشكارتشي إذا سمحت لي، الإطار التنسيقي نعم هو أعلن الإشادة، إذا سمحت لي إعلان الإشادة بحد ذاته يعتبر موقف، هذا الموقف لم يصدر من جهات سياسية أخرى بل ظهر أشخاص ينتمون لجهات سياسية. لست وحدي نعم، كل المتطلعين إلى التغيير لا يثقون بعمار الحكيم لأنه هو جزء من الإطار التنسيقي اللي بين حزب الدعوة الإسلامية، حزب الدعوة الإسلامية تنظيم العراق، المجلس الأعلى الإسلامي العراقي اللي كان مجلس على الثورة الإسلامية، عصائب أهل الحق، بدر إلى غير ذلك، كل هؤلاء هم يمثلون الإطار التنسيقي. فلا يمكن، الإطار التنسيقي كله غير أهل الثقة، لا يمكن أن أجزئ، التجزئ لا يمكن. اللي راح للإطار التنسيقي يعني مقتنع بهذا الإطار ومقتنع بما مارسه الإطار من تعطيل بما سمي بالثلث المعطل، وهذه بالواقع بدعة دستورية أوجدها فايق زيدان بالتنسيق، لأن الكل يعرف أنه فايق زيدان أنه هو يميل إلى الطرف اللي يتناغم مع النظام الإيراني، وبالتالي يلبي رغباتهم. أول المادة الدستورية بالاتجاه اللي ينفعهم، هذا غير ممكن يا عزيزي. إحنا نحتاج أولا إلى قضاء محايد بكل معنى الكلمة، لا يميل إلى دين ولا إلى طائفة ولا إلى قومية ولا إلى اتجاه سياسي ولا يخضع لأي من ضغوطات هؤلاء. هذا ما موضوع، لكن هذا ما موضوع، ليس موضوعنا السلطة القضائية، ليست موضوعنا يعني. لا أستطيع أن أجزئ الإطار التنسيقي وأقول هذا جيد وهذا غير جيد، الإطار التنسيقي كله مدان، كما التيار الصدري ايضا مدان، هو ايضا جزء من العمليه منذ 2005، اذا ما نقول من 2003، خلينا نقول من 2005. اليوم تحالف اداره الدوله اللي هيمنت عليها القوى الشيعيه السماويه الان تزوق بناس مخلصين على ونم. طيب وين المدنيه يا استاذ؟ يا أن يخدعنا يا ناس استاذ ضياء. طيب هؤلاء تصدوا للمجال فقط، اسمح لي. أنا أبديت رأيي وننتهي، لا نروح إلى مواضيع تهم الوطن. إذا سمحت نعم إذا سمحت لي، ولكن هنالك مسألة، هؤلاء تصدوا للمشهد في الوقت الذي رأينا فيه أن التيارات المدنية العلمانية المستقلين إلى آخره من هذه المسميات، هؤلاء نأوا بأنفسهم وتركوا لهم الساحة. طيب هو مشارك بالعملية السياسية، تريد يلوي رجل عن رجل؟ نعم، ينتظرك حتى تثور عليه. نعم العملية السياسية يا أخي، بس يعني تسمع لي، أنا مو من باب المقارنة، الأمثلة تضرب ولا تقاس. يعني صدام حسين كان هو رئيس العراق 35 سنة، أو بالبداية نائب ثم صار هو الرئيس، بس بيده الحل. يعني يكون نسلم للأمر الواقع، العملية السياسية والمنظومة السياسية مرفوضة يا عزيزي، يعني وهذا العيب مو فقط بهذه المنظومة السياسية، القوى الرافضة لها أيضا هي مسؤولة، لأنها لم تؤهل نفسها، هذا أقوله للـ101 دائما أكرر، لم تؤهل نفسها، ما زالت مستغرقة في النرجسية وحب الذات وحب القيادة وإلى غير ذلك. خلاص هي ديمقراطية، هو نظام ديمقراطي اللي ما يشارك بالانتخابات. جيل التغيير لم يولد بعد للأسف الشديد، أنا ما أريد أثبط العزائم، جيل التغيير لم يولد بعد. أستاذ ضياء، هم محتجين بعدهم ما استلموا سلطة، تعاركوا منو بيهم القائد؟
يدري هذا يعني انا استاذ انس خليني اذا ممكن على هذه ونقطة نظام بس هذا لا هذا لا يبرئ المنظومة السياسية لما تكون المعارضة بها عيوب بها اخطاء بكذا هذا لا يعني نقول والله إيه بس ما شفت واحد من المنظومة السياسية لزم واحد مستقل مني ده لو مدني مني ده وقال له والله لا اشارك بالانتخابات انا اللي شفته انا اللي شفته ما شفت واحد من المنظومة السياسية الحالية لزم احد مني ده وقال له لا تروح تشارك بالانتخابات يا افطة شبيرة تعلقت مقاطعون وعلى اساسها راح الخيط والعصفور نفس الخطأ نفس الخطأ اللي ارتكبه المكون السني المكون السني لما سمع بي مو فتوى وانما رأي كان رأي بعدم المشاركة بالانتخابات وإلى اليوم يدفعون الثمن يعني المقاطعة اللي أدت أنه لا يشارك إلا 20% من الناخبين وهذا طبعا خطأ فظيع ارتكبه المقاطعون أنا هذا بالواقع يجب أن يراجعوا أنفسهم ويعترفوا بهذا الخطأ أن يعترفوا يعني هناك قوى في المعارضة ارتكبت خطأ بعد خطأ سادنس المشكلة جايك دكتور العيساوي نعم. لكن هناك من يخطئ وهناك من يسيء الطبقة السياسية أساءت للعراق يا عزيزي كلها متهمة بسرقة المال العام بالفساد المالي والإداري بعضها يعني الحكمة لا بس هي الحكمة الآن متحالفة مع قوى مارست القتل مارست القتل ضد التشرينيين هذا معروف فكيف أتلف وياهم إذا كنت أنا متعاطف مع تشرين يعني هذا ما يصير طيب انطيني مجال اروح لنقطة النظام الدكتور احمد العيساوي نعم دكتور احمد اولا اريد اقول للاستاذ شكرتشي انه اليوم الحكمة هي جزء من تحالف ادارة الدولة والتحالف هذا فيه سنة وشيعة واكراد ومسيح وكلهم قيادات محترمين وموجودين في تحالف يقود البلد لو ترك البلد وهاي الاحزاب كلها طلعت من يدير البلد يعني هذا سؤال والسؤال الثاني اليوم الحكومة هي مسؤولة عن دماء الشهداء لا مسؤولة الاحزاب ولا شيء مهمة السيد الكاظمي لإدارة الدولة هي امرين اجراء انتخابات مبكرة واظهار قتلة تشرين هو قعد اخذ جاب مشرق عباس وجاب فلان حطهم مستشارين وقام يدير الدولة وراح شال الخيام مال تشرين من ساحة التحرير وصفى البلد وقال لك أنا تمام الأمور وماشي الأمور صحيح هذا كليته ضحك على الذقون ثلاثة أنه الإطار التنسيقي وغير الإطار التنسيقي اليوم الإطار التنسيقي كتلة وله حق أنه يسوي ثلث معطل حق أنه يطلع من البرلمان حق يروح ويا مدري منه يتحالف في سبيل أنه هذا عمل سياسي ديمقراطي هي هالديمقراطية تقول هيج فما بها ضير أنه شكل ثلث معطل أو يتهم القضاء أربعة احنا اليوم في بلد ديمقراطي احنا اليوم من احسن ديمقراطية البلد واني دكتوراه بهذا الشيء بالقانون وهذه الديمقراطية اللي موجودة ما موجودة في معظم بلدان العالم هي الديمقراطية البرلمانية النيابية انه يشكل برلمان والناس كلها تشارك وكل 4 سنوات تتغير الوجوه ولكن قلت في بداية الحوار انه هناك اغلبية صامتة جالسة في البيوت ناس طالعة برا تاخذ رواتب من الدولة وتحكي على الدولة ناس تاخذ كل مخصصاتهم من الدولة وقاعدين في دول والسب وتنعم بالعراق لا شاركون في انتخابات ولا شاركون في تصحيح امر في الانتخابات ولا كل شيء يشاركون مهمتهم فقط الانتقاد فلان طويل فلان قصير استلم فلان هذا مخوش حزب استلم حزب اسلامي هذا مزين لو يستلم علماني هسه لو يبطلون الاسلاميين يقعدون يم اهلهم يرشحون بس العلمانيين بالشارع ما حد ينتخبهم هو البلد اسلامي يعني شو يسوي له يهجج العراقيين ويجيب ناس علمانيين يحطهم في البلد هذه مشكله البلد يعني انه الاسلامي او العلماني يدير البلد احنا بحاجه الى رجل مخلص يدير البلد احنا بحاجه الى كتل سياسيه تتعاون لاداره البلد هذا 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 باختصار ربما اوجز الدكتور احمد العيساوي لك نعم استاذ ضياء استاذ ضياء اريد ارجع اليك انت ربما يعني اطلقت رصاصة اليأس على مجتمع تريد تغيره فمع ذلك اريد اسأل انه اليوم الطريق سالك امام تشكيل حكومة لانه باعتقادي ايضا لا فائدة من احتجاجات شعبية انتهى الامر
نعم نعم يعني هو طريق الصور سالك لتشكيل حكومة، فالعقبات زالت، تشرين لم تعد عقبة، ولا أتصور يا تشرين كانت تريد تعترض على تشكيل حكومة. نعم كانت سترفضها، ربما تطلع تظاهرات تنتقدها إلى غير ذلك، وأيضا عقبة صدريين أيضا زالت، فالآن الطريق سالك للإطار التنسيقي أو إدارة الدولة. هذا تعالف إدارة الدولة يا عزيزي، إذا أريد أتناول السياسيين الموجودين في إدارة الدولة من شيعة وسنة وكرد كلهم عليهم 100,000 علامة استفهام. نعم يعني اللي تفضل به أستاذ أحمد أنه يعني سوى الديمقراطية في العراق الديمقراطية النموذجية، وين هذه؟ وين صايرة؟ نعم أكو انتخابات اللي ما يروح إلا 20% ينتخبوا بها، لأن بقية الناس يأسي و لا أبالين للأسف كثير منهم. فإذا يعني مطلوب كأنما أنا مما سمعته أنه يا عراقيين هو هذا هو الأمر الواقع، فلنستسلم للأمر الواقع، ما عندنا غير نستسلم للأمر الواقع يا عزيزي. على الأقل أنت حتى تحول أنا أقول هذه العملية السياسية مرفوضة من ألفها إلى يائها. طيب 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 مرفوضة مرفوضة، بس تحويل الحراك الاجتماعي إلى فعل سياسي ما يحتاج وقت. أنا أقول يا عراقيين طبعاً يحتاج وقت، انتخابات جميعكم وغيره لحد الآن. أنا من البداية عندما طرقت تشرين بعد مدة كتبت يجب على تشرين أن تفكر بالانتقال من الفعل الثوري إلى الفعل السياسي، اتأخروا ولحد الآن يبدو للأسف بيهم طبعا ناس مخلصين بيهم رائعين بيهم يتخلون عن رأس، ولكن للأسف على النحو العام لم يأخذوا الدرس ولم يصححوا المسار، هذه المشكلة. فأما احنا أمامنا طبقة سياسية مرفوضة، وأمامنا بالواقع بديل غير مؤهل، هو لم يتحول إلى بديل أصلا، هو ما عنده غير الرفض وليس له مشروع بديل لما يرفضه، هذه المشكلة بالواقع. ولذلك ما أدري أنا هل ننتظر بعد 20 سنة 20 سنة أخرى؟ ربما، أنا أتوقع أنه الأربعينات هي اللي يكون عقد التغيير، يعني رادنا جيل جديد ليغير، لا جيل التشرينين ولا جيل الطبقة السياسية الحالية. الطبقة السياسية مع احترامي للضيف مرفوضة يا عزيز، مرفوضة، هم نفسهم اللي أسسوا منذ 2005 أسسوا هذا السلوك المرفوض كليا، أسسوا للطائفية. طيب 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 بال 2005 استاذ ضياء، لسرقة المال العام، للقتل، للاغتيال، للاختطاف، للتغييب، للتعذيب، هذه كلها مورشه استاذ ضياء. بال 2005 انا اذكر انك كنت جزءا من المشهد، بس لا 2005 ما كنت جزء، انا كنت في الجمعيه الوطنيه. نعم نعم نعم، لا تحسبها على لا تحسبها عليها كلام بيدانا، بس كان الوضع المدني والليبرالي والالماني وانا بالجمعيه الوطنيه داخل الجمعيه الوطنيه. طيب الكل يعرفني، روح طيب اسال احمد الصافي، اسال احمد الصافي واسال حمام حمودي، اسالهم كيف كان ضياء، هل كان منسجم وياكم لو كان معارض على لا استاذ ضياء، استاذ ضياء كان وضع القوى العلمانيه والمدنيه والتيارات غير الدينيه كان موجود؟ ما موجود، لا 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 ما موجود يا عزيزي. أدري هاي القيادات، لحظة أياد علاوي والباتشي بذاك الوقت زين، وأحمد الشلبي، ذولا كانوا قوى دينية؟ لا 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 لا، بس الشارع كان مخدوع بالقوى الدينية. 99% من الشيعة انتخبوا الائتلاف العراقي الموحد، انتخبوه للجمعية الوطنية ومجلس النواب الأول ومجلس النواب الثاني، بدأوا بالثالث بالرابع، يلا ها يعون أنه هذه الطبقة لا يمكن أن تخدمهم. وكذلك السنة، كلهم السنة العرب قاطعوا في البداية، قاطعوا العملية السياسية، ثم عندما التحقوا ظلوا السنة ينتخبون سنة والشيعة ينتخبون شيعة، فالوعي السياسي منخفض في المجتمع، وهذا طبيعي جدا بعد 40 سنة من دكتاتورية لحزب البعث وصدام حسين، وقبلها أيضا ما كانت نظم ديمقراطية، يعني ربما العهد الملكي كان يمكن يتطور إلى ملكية دستورية، ولو أنا
من دعاة الملكية، بس كلها في انفتحت باب الانقلابات ودكتاتوريات بعد دكتاتوريات، حروب، حصار اقتصادي إلى غير ذلك، وانخفض مستوى التعليم في العراق، ولذلك الوعي كان غائب، ليس هناك وعي سياسي عند سقوط صدام. ولهذا يعني وطبيعي جدا يعني شعوب كثيرة ارتكبت خطأ، يعني عندما ذهب الشعب الإيراني ليصوت كله تقريبا للجمهورية الإسلامية، والآن نادم، ولكن دفع خطأ جيل معين، تبقى أجيال تدفع ثمنه، هاي المشكلة. فذلك الجيل هو كان اللي ارتكب الخطأ عن عدم وعي. الوعي جاي يتكون، لحد الآن لم يكتمل الوعي، والروح الوطنية لم ترتفع إلى المستوى المطلوب، ما زالت النرجسية، ما زالت يعني قضية التشرذم في مجموعة قوى لا يمكن أن تتقي. ها، وعلى كل حال مع ذلك الوعي السيد الشكرتشي لا يحتكره الجميع، الإسلاموي أيضا يعتقد أنه يمتلك وعيا، العلماني يعتقد صحيح أنه يمتلك صحيح وعيا. أنا ما جاي أتكلم، نعم. أنا ولهذا لا أحد الشعب. لا أحد يمتلك الحقيقة الكاملة والساكن. نعم، والثلاثين مليون اللي ذكرهم السيد يعني العيساوي، ترى دولة مو كلهم علمانيين، مو كلهم مدنيين، مو كلهم شيوعيين، دولة مواطنة علمانية. هذا شو وقت 2050 2060 2080 ما أدري. المهم هو المهم، بس لا الناس عبالها لحد الآن أنه أنت إذا عنوانك علماني معناه أنت كافر. خلينا نرجع للسيد العيساوي. أستاذ أنس. نعم دكتور أحمد. أستاذ. من قال أنه الحل في دولة علمانية؟ ما هذه دولة النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة سيدنا عمر وخلافة سيدنا أبو بكر، كانت من أحسن الخلافات واستمرت إلى اليوم إلى وقتنا الحاضر. لا ترجعني للتاريخ، خلينا نتكلم عن الحاضر. ما كانت بداية أحكام صدام حسين علمانية وكان لا يعترف بالدين. لا هذه مو علمانية، علمانية ديمقراطية بالدرجة الأولى يا عزيزي. في العراق. يعني انت شلون ماذا سجل نقاطك دكتور ضياء. يا عزيزي انت تروح تحت اباءه الذين يدعون له بالله، يعني شلون قلت لنفسك وانه الامر مشكله بالعمليه السياسيه، يعني هو وابوه متهمين بالفساد المالي يا عزيزي؟ لا يمكن، يعني هذه الطبقة مرفوضة كلها، إذا الشعب ما واعي وما يريد يزيدها شو نسوي؟ أمر الله. لا من يقول، هل عندك دليل أنت واضح لهذا الأمر؟ أنا هم أتهمك بالفساد المالي والإدارة وأنت كنت مشارك في بداية هذا الأمر. هذا الأمر مو صحيح، يعني من يقول هكذا؟ هذا الأمر لما الواحد يتهم الناس بحاجة إلى دليل، والدليل إذا عندك قدمه للقضاء ليش ساكت عليه؟ كلام منطقي. استاذ مقعديا دكتور احمد يقول لك اذا عندك دليل روح قدمه للقضاء. السيبراني وبسبب كل شيء ضدنا كان، لان احنا بحاجه اليوم الى فهم، ونحن اللي نريد نفهم الناس انه نحن نريد خط طول يشترك فيه السني والشيعي والكردي في قائمه واحده للاشتراك في العمليه السياسيه، وهاجموا هذه الاحزاب وتركوا احزاب اخرى تاخذ مقاعد كثيره وهي مثل سلاح وبدون قتل وتقصف وتضرب علنا جهارا نهارا امام الناس وما حد يقدر يحكي عليها. المهم احنا ما ندخل في سجالات داخليه، لكن نقول اليوم من قال انه الاسلام هذا الاسلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم والله لو ان فاطمه بنت محمد انسرقت لقطعت يدها، انه هو الغلط في حكم الدوله؟ مو شفنا الاسلام السياسي ومن قال ان المدنيه والعلمانيه ماكو بلدان في العالم حكمه المدنيه والعلمانيه دمرت خلت ماكو حتى بلدان ما تسمى بلدان، ما كانت العلمانيه حكمه تركيا جعلت تركيا من اسوء البلدان في العالم. احنا نريد نفهم الناس اللي جالسين ببيوتهم ونعطيهم امل. الو اسمعك جيدا دكتور. يا عزيزي انا تسمعوني؟ يعني اذا تستضيفوني من اجل ان اجامل وامارس لغه دبلوماسيه فاعتذر، تركوني انا مو سياسي، انا رافض لهذه الطبقه
لا يمكن ان اجامل، مع احترامي لست مطالبا ان تجامل، لكنك نعم نعم سيد الشكارتي، سيد مسعود برزاني جزء من المشكله، محمد الحلبوسي جزء من المشكله، خميس خنجر جزء من المشكله، كلهم دول هم جزء من المشكله. اذا نعم نعم انت نعم هم دول يمثلون، انت لست مطالبا بان تجامل احدا من الطبقه السياسيه، لست مطالبا بالمجامله، لكن بالمقابل يمتلك الضيف الاخر حق الرد. نعم لا خليك تفضل. انا نعم وقد رد وهو يرى من حسب وجهه نظره انه على حق، وانت ترى نفسك على لا في اطار الجدل. استاذ انس اول شيء انت غبنتني بحقي يعني الوقت كله تركته للضيف الشكري. خذ وقتك. لا 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 دكتور لا راجع الحلقه سيد العيساوي، راجع الحلقه ستكتشف ان وقتكم تقريبا متساو. والان الكلمه لك، اكمل دكتور العيساوي. دكتور ضياء لنسمع وجهه نظر السيد العيساوي. عفوا من الكلام للسيد العيساوي. نعم خليك. نعم انا اليوم ما ادافع عن طبقه سياسيه، خلي افتهم السيد الشكرتي، ولكن اتهام الناس اليوم بالادله، هناك ناس تريد ان تصلح البلد، وهناك ناس يجب ان تغير من العمليه السياسيه، اما يجيني عن شخص يتهم شخص هو مجرد انه سامع والله ابوه والله اخوه والله ما اعرف شنو، هذا الامر عاري عن الصحه وماكو هذا الموضوع. واليوم نحن في الحكمة كليتنا بقيادة الحكمة بأمر الحكمة انه اي فاسد نحن ننا بانفسنا عنه ونحن نقدمه الى القضاء مهما تكون، وهذا ديدا رئيس الحكمة. اما عن الكلام وانه فلان متهم وفلان هذا كلام، واما عن موضوع انه العلمانيين هم اللي يحكمون الدولة تصير الدولة جنة، هذا الامر غعاري عن الصحة. تدري ليش؟ لان تركيا هذه اليمنى كانت كلها اللي يحكموها علمانيين منذ يعني بدايتها اتاتورك لحد ما وصلت الى اردوغان، ادخلوها بفساد وانقلابات وقتل ودمار الى ان وصلت الى الاسلاميين وغيره وضحى. نحن بحاجه اليوم الى فهم الاسلام، فهم الاسلام، هذا الاسلام الذي الو تسمعني؟ اسمعك جيدا دكتور احمد. اكمل دكتور احمد. الو اكمل دكتور احمد اكمل. الو اسمعك جيدا دكتور احمد اكمل. فهم الاسلام اليوم نحن بحاجة الى فهم الاسلام، في صدر الاسلام، في صدر الاسلام عندما استلم ابو خليفة، الو تسمعني، عندما استلم ابا بكر الصديق الخلافة خرج لكي يكون تاجر في السوق، اوقفوه الصحابة وقال له عود انت اليوم ما عاد تقدر تتاجر بالسوق لان انت خليفة صرت. نحن اليوم بحاجة الى فهم هذا مفهوم الاسلام، مو مفهوم الاسلام اليوم اللي يشوهون صورة كم واحد سرق من الدولة العراقية، يشوهون صورة الاسلام بهذه الطريقة. ذاك سيدنا علي اللي كانت كل الناس تعرفه بحكمته وبعدله ومات ولم يملك شيء، هذا الاسلام، مو الاسلام اللي اليوم يشوهوه بصورة كم واحد في الموجود في الشارع يقول لك هذا هم المسلمين وهذا الاسلام. طيب. وسيدمر الدولة والاسلاميين هم اللي قتلوا والاسلاميين هم اللي هجموا. نعم. وهذا مو صح. نحن اليوم في مؤامرة عالمية ضد العراق منذ الاحتلال وبعد الاحتلال وبعد خروج كل شيء. انا في بداية كلامي لو لاحظت اثنيت على ثورة تشرين وقلت لو اردنا النجاح لثورة تشرين يجب استنهاض 20 مليون اللي قاعدين ببيوتهم ما يطلعون للتصويت ويروحون يصوتون للانتخابات حتى يبدلون طبقة سياسية باستطاعتهم فعل هذا. لكن اذا ذولا نايمين قاعدين ببيوتهم واللي يطلع للانتخابات راغب للانتخابات يبيع صوته بالطريق ب50 ألف. نعم. لو مقتنع بحزبه هذول شلون راح ترتب هذا الموضوع؟ شكرا لك. بحاجه اليوم شكرا لك. نعم. تغيير وعي عراقي. نعم. بحاجه الى بث روح الامل في الشعب العراقي، وبحاجه الى فهم انه الشعب العراقي بحاجه الى انه الاغلبيه الصامته ان تتحرك وتغير الوضع العراقي. نعم، شكرا لك عضو تيار الحكمه دكتور احمد العيساوي، كنت معنا في هذه الحلقه من جدل العراقي. شكرا ايضا السياسي العراقي الاستاذ ضياء الشكرتي، كنت معنا من المانيا عبر سكايب. شكرا لكم مشاهدينا.
تقبلوا تحيات كادر العمل وتحياتي أنس عبد الرحمن وتحيات المخرج حسام أبو فاعور، وننوه بأن حق الرد مكفول جدا. إلى اللقاء.